السلام عليكم، معكم محمد عدي النخلي. هذا السؤال يبغانا نوجد اللي هو الكيو. طيب في المعطيات هنا ايش معطينا؟ معطينا اللي هي الكاباسيتور ب2.2 مايكروفارات، ومعطينا اللي هو الفي الفولتج ب100 فولت. طيب كيف نوجدها؟ يصير القانون يقول انه الكاباسيتور ضرب الفولت اللي هو 2.2 ضرب 10 اس ماينس 6 في 100 حيعطينا اللي هو 220 مايكرو. هنا بنحطها في الحاسبة بيعطينا اللي هو 220.